الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى وبه نستعين وعليه نتوكل وإليه المصير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. صل اللهم وسلم وبارك على رسولك محمد وعلى آله وصحبه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إخوة الإيمان، موضوعنا اليوم بحول الله وأسأل الله التوفيق هو الروح والحياة. الروح والحياة نسمعها كثيراً ونعيشها. يقول الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ليبلوكم أيكم أحسن عملا، أيكم أحسن عملا. خلق الموت والحياة. الموت قد تكلمنا فيما مضى عن موضوع الموت، لكن القول اليوم والكلام اليوم عن الحياة والروح. الحياة هي من خلق الله سبحانه وتعالى، كما أنه خلق الموت. مقابل الموت الحياة، إذن الحياة هي النقيض للموت، النقيض للموت. نعيشها وندركها وندرك آثارها في أجسامنا وفي محيطنا. حياة معلومة عند الناس وعند المخلوقات. الحياة حقيقتها أن الله سبحانه وتعالى هو الذي أوجد الحياة من عدم، أوجد الحياة من عدم، ولهذا سرها عند الله سبحانه وتعالى. ولا بأس بأن يسعى الإنسان لمعرفة كيفية بداية هذه الحياة في أو على وجه الأرض. فهذا معناه أن الله خلق الحياة لا يعني أن لا نبحث في كنها وفي تكوينها وكيفية ظهورها في هذا الكون، في الحياة في الدنيا، في كوكب الأرض. لكن هو الذي، الله سبحانه وتعالى هو الوحيد الذي له الاستطاعة والقدرة أن يوجد الحياة من عدم، أن يوجد الحياة من عدم. الحياة بدأ الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان من تراب، ثم جعله حيا، ثم جعل سلالة هذا الإنسان من ماء مهين. عندما سواه الله سبحانه وتعالى وبعث فيه الروح، لا، بعث فيه الحياة وصار كائنا حيا، نفخ فيه الله سبحانه وتعالى الروح. فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين، فسجد الملائكة. الآية. الحياة بدايتها يعلمها الله سبحانه وتعالى، لكن مسيرتها معلومة عندنا. مسيرتها من بعد آدم عليه السلام معلومة عندنا ومعروفة عند أهل العلم والمعارف البيولوجية. فالحياة حقيقتها أنها، أو الحيوان المنوي حي، والبويضة حية، فيلتقي حي مع حي فيوجدون حيا آخر الذي هو الجنين. فحي مع حي يوجد حيا،
بتكاثر الخلايا، تكاثرها وهي حية تتكاثر، لأن من سنن الحياة التكاثر والنمو، هذه من علامات الحياة، علامة الحياة هي التكاثر والتناسل، لأن دائما عن الحياة. إذن فالحياة موجودة في الحيوان المنوي وموجودة في البويضة، فيلتقي كائن حي مع كائن حي، فيصنعون كائنا حيا آخر الذي هو الجنين. يقول الله سبحانه وتعالى، الله تبارك وتعالى عندما يكتمل تكوين الجنين، عندما يكتمل تكوين الجنين ويسير أو يصير كاملا مستعدا لاستقبال الروح، فيبعث الله سبحانه وتعالى الملك ينفخ في الروح. فالروح والحياة شيئان منفصلان من ناحية التكوين، لكن متلازمان غير قابلان للانفصال. فلا يمكن أن تكون الروح بدون حياة، ولا يمكن أن تكون الحياة من دون روح. فالروح هنا تسمى سر الحياة. في سنأتي عن الكلام فيها هذا الموضوع. الحياة، عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن أحدكم يجمع في بطن أمه نطفة ثم علقة ثم مضغة، يعني 40 يوما، نطفة ثم علقة ثم مضغة، ثم يرسل الله سبحانه وتعالى يرسل رسولا اللي هو ملك، فينفخ فيه الروح ثم الرزق ثم شقي أو سعيد، أو كما قال نبي الله صلى الله عليه وسلم. هذا يبين لنا كيف أن الله تبارك وتعالى يكون الجنين حيا بدون روح. فالحياة الطبيعية العادية كما قلت من قبل، التقاء حي مع حي فيصنعون حيا، فيحيى تلك الحياة العادية بدون أي روح. لهذا في آية أخرى يقول الله سبحانه وتعالى: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، ثم جعلناه في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة، فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما، فكسونا العظام لحما، ثم أنشأناه خلقا آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين. ثم إنكم ميتون، ثم إنكم بعد ذلك ميتون، ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. بيت القصيد. والشاهد هنا أن الله سبحانه عندما قال فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر، فخلقا آخر بناء على الحديث السابق، ثم يرسل الله سبحانه وتعالى الملك يبين لنا التكوين الطبيعي، الحياة مع الحياة مع الحياة، حياة مع حياة، إلى أن يتكون ويكتمل ويستعد لاستقبال الروح، فيجعله الله سبحانه وتعالى فينشئه خلقا آخر مع روحه. إذن هذه الروح التي ذكرها الله في القرآن سبحانه عز وجل، قال: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا أقليلا، أو الآية الأخرى التي ذكرتها من قبل: فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. إذن الحياة نقيض الموت،
وهي ملموسة ونعيشها، نعيش أثرها ونحيا بأثرها الذي هو النمو والتكاثر والإحساس. والروح شيء آخر يبعثه الله سبحانه وتعالى، حيث لا يعلم كنها إلا الله. الروح لا يعلم كنها إلا الله، هذه الروح التي هي سر الحياة. هذه هي الحياة. وأما الروح، الروح حقيقة هي جاءت في القرآن الكريم بمعاني مختلفة، جاءت في القرآن الكريم بمعاني مختلفة. الأولى التي هي الذي ذكرتها بمعنى سر الحياة، التي هي سر الحياة، هذه الذي قال عنها الله سبحانه: ويسألونك عن روح كل الروح من أمر ربي، هذا علمها عند الله سبحانه وتعالى، وكنها لا يعلمه إلا هو جل جلاله. لكن جاءت الروح كذلك في القرآن بمعنى جبريل عليه السلام، حيث قال الله سبحانه وتعالى مثلا في ليلة، في سورة القدر: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، إلى أن قال الله سبحانه وتعالى: تنزل الملائكة والروح فيها من إن ربهم من كل. الروح هنا هي معنى الروح هنا جبريل عليه السلام، جبريل عليه السلام. ثم قال في آية أخرى حكاية عن مريم عليه السلام: فأرسلنا لها رسولنا فتمثل لها بشرا سويا، فأرسلنا لها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. روح، الروح هو، والله سبحانه وتعالى عندما قال فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا، قالت: أعوذ بالله منك إن كنت تقيا. قال: إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما سويا. أرسلنا إليها روحنا، روحنا هنا جبريل عليه السلام. والآية يعني بتتبع الآية يبين لنا أن روحنا هنا هو جبريل عليه السلام. وهناك آيات أخرى تدل على أن جبريل، وفي آية أخرى عن عيسى عليه: وأيدناك بروح القدس، وأيدناك بروح القدس، عن عيسى عليه السلام. معناه روح هنا بمعنى جبريل عليه السلام. إذن الروح سر الحياة يعلمها الله، أما الروح هنا بمعنى جبريل عليه السلام. ثم في آية أخرى الله سبحانه وتعالى يذكر الروح لكن معناها القرآن، حيث قال الله سبحانه وتعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. من أقوال الفقهاء والمفسرون في هذه الآية أن الروح هنا هي القرآن الكريم، فالقرآن الكريم يعني هنا الروح بين قوسين، لأن القرآن روح يحيي القلوب الميتة، يحيي القلوب الميتة، كما قال الله سبحانه في آية أخرى: أومن كان ميتا فأحيناه وجعلنا له نورا يمشي به، أومن كان ميتا فأحيناه. بماذا أحياه الله سبحانه؟ بالقرآن الكريم. فكان القرآن روح يعيش أو يحيا بها، يحيي بها الله سبحانه القلوب الميتة، لأن الإنسان هناك موت الأجساد المعلومة عند الناس، كل إنسان يعلم هذه الموت، لكن هناك موت القلوب وهي موت حقيقية، يموت موت القلب. فالقلب الذي لا يحس ولا يشعر ولا يحب الخير ويرضى بالذل والهوان، فهذا قلبه ميت. إذن أفمن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نور، ولهذا في آية أخرى: تنذر به من كان حيا ويحق القول على الكافرين. فالحياة في هذه القرآن، لأن
كما قلت القرآن روح يحيي الله سبحانه وتعالى به القلوب. وكذلك الله سبحانه وتعالى الله سبحانه عز وجل جعل في هذه الروح التي هي سر الحياة جعل من علامتها هو الإدراك والإحساس، هو الإدراك والإحساس، الإحساس هو تابع والإدراك هو تابع للروح التي هي سر الحياة. والنمو هو تابع أو من علامات ومن أثر الحياة. والروح كذلك عند في الثقافة العامة عند الناس وفي الثقافة الإسلامية هناك معنى آخر للروح، حيث يقول الناس مثلا هذا المكان روحاني، فالروح تذكر في كثير من الأحيان وهو ذلك الشعور وذلك الإحساس الذي يعيشه الإنسان عندما يرى أشياء مقدسة أو يقوم بأشياء اعتقادا بأنها من الله سبحانه وتعالى وإلى الله سبحانه وتعالى كالعبادات. مثلا عندما يستكمل الإنسان الكعبة يحس بشعور وإحساس، حيث أن تقشعر جلود الإنسان، جلد الإنسان يقشعر ثم يلين قلب الإنسان. هذا الإحساس يعبر عنه الكثير من الناس أنه الروح. فهذا الإحساس الذي هو قشعريرة الجلد واللين القلب هو موجود عند المسلمين، وهذا عندما يربطون تصرفاتهم وأعمالهم وأفعالهم بالله سبحانه عز وجل فيعيشون هذا الإحساس، يعيشون هذا الإحساس. هذا الإحساس موجود إذا ربطت فعلا ما أو قولا ما بالله، فتعيش هذا الإحساس وتعيش هذه الهنيهات أو هذه اللحظات، لحظات اطمئنان ولحظات خشوع وخنوع واطمئنان إلى الله، إلى الله رب العالمين. هذه الروح لو علمنا أنها تحدث كلما ربطنا تصوراتنا وأعمالنا وأقوالنا مع الله لعشناها يوميا في كل آن ولحظة، لأنها ليست شيء مرتبط بالروح ولا شيء مرتبط بالروح التي هي سر الحياة ولا شيء مرتبط بالحياة، بل هو هذا الشعور الذي هو هذا الإحساس وهذا الشعور الذي قلت عنه قشعريرة الجلد وطمأنينة ولين القلب، هي ليست من هذه ولا منها، لا من الروح التي هي سر الحياة ولا من الحياة ذاتها، وإنما هي بربط الأفعال والأعمال والأقوال بالله سبحانه عز وجل. فإذا ربط الإنسان واستشعر في أعماله في أقواله في سيره في تصرفاته ربط كل حياته بالله سبحانه وتعالى فيعيش فسيعيش هذا الخشوع، ولهذا يسهل عليه الخشوع في الصلاة، لأن الإنسان يعيش دائما في خشوع دائما في ارتباط مع الله. الخشوع في الصلاة لا يأتي بكن فيكون، وإنما يأتي نتيجة عيش دائم مع الله سبحانه وتعالى. ما معنى يعيش دائما؟ ما لا يعني كما قلت وأكرر دائما ليس معناه أنه يعيش في زاوية ما للتسبيح، لا، هذا جزء ضئيل من
الذكر، فيعيش دائما معنى أن كلما تحرك إلا اعتقد بأن الله يراقبه، واعتقد بأن الله سيحاسبه، أو بتعبير آخر وهو يقوم بالأعمال يراعي أن هذا حرام، معناه أن الله حرمه، وأن هذا مندوب، وأن هذا مكروه، وأن هذا مباح، وأن هذا فرض، وهكذا. فإذا استشعر الإنسان هذه الأحكام الشرعية، يعني معنى هذا يعني أن ربط حياته مع الله، ولهذا هذه هي الروح التي تحدث ذلك، تلك القشعريرة وذلك الاطمئنان في القلب، فهي ذلك الارتباط الدائم مع الله سبحانه في تصرفاته، في تصرفاتنا وأعمالنا وأقوالنا. فلو استطعنا أن نقوم بهذا، معناه أننا كلما تحركنا، كلما سيرنا بقول أو عمل أو سكوت، فكذلك السكوت إذا سكت الإنسان بناء على أمر الله سبحانه، فإذا استطعنا أن نعيش بهذه الصورة أننا نربط أعمالنا بالأحكام الشرعية، بالأحكام الشرعية يعني بالفرض والمندوب والحرام والمكروه والمباح، أن كلما تحركنا إلا راعينا حكم الله في المسألة، فإن علمناها فبها ونعمت، وإن لم نعلمها نسأل لنعلم حكم الله سبحانه. فلو قمنا بهذا وعشنا عيشا طبيعيا مع هذه الأحكام، أنا على يقين أن الإنسان إذا سار إلى الصلاة ووقف بين يدي الله وقد كان يومه كله يعيش بتلك الأحكام، فعندما يستقبل الله تأتيه تلك الحالة التي هي حالة الخشوع، وهو يستقبل الله لأنه يستشعر في تلك الحالة أن كان أمره كله لله سبحانه وتعالى، والآن هو واقف بين يدي الله لاسترجاع ما قام به طيلة الوقت بين صلاة وأخرى، بين صلاة وأخرى، فهو يعيش عيشا طبيعيا مع الناس، مع أهله، مع جيرانه، مع أحبابه، مع رب العمل، مع الحياة العامة، يعيش حياة طبيعية، لكن في نفس الوقت يراعي أمر الله سبحانه وتعالى. أنا على يقين أن الإنسان سيخشع في صلاته، لأنه هناك يكون وكأنه يحاسب على ما قام به، ويستشعر أن الله تبارك وتعالى في هذه اللحظة وفي تلك اللحظة أنه يناجي الله أو يناجي الله، وأنه سيلقى ذلك تلك الأعمال يوم القيامة. يقول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. حقيقة النوم هو صورة مصغرة للموت، النوم هو حالة من الموت لكن غير دائمية. الله سبحانه وتعالى يقبض الأرواح التي هي سير الحياة ويترك الحياة، فإن شاء سبحانه عز وجل أخذهما بالإثنين فيموت الإنسان، وإن شاء تبارك وتعالى أرجع الروح فيستيقظ الإنسان. والإنسان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وأختم بهذا، قال عليه الصلاة والسلام: إنكم تموتون كما تنامون وتبعثون كما تستيقظون.
فموتتنا هي كنوم عميق، لكن الاستيقاظ يكون